يقول السائل: والدتي ستسافر إلى خارج المملكة إلى دولة غير مسلمة، تريد مني أن أذهب معها لأكون محرما لها. سؤاله: هل يجوز لي أن أسافر إلى تلك البلاد أم أدعها تذهب لوحدها؟ لا، لا تدعها تذهب لوحدها، لابد من المحرم. إذا كانت غرضها صحيح من السفر، لا غرض صحيح، لا بأس تسافر معها، ويباح لها هي تسافر لحاجة وترجع. نعم.